الفراخ بتبقى ب 18 ونص، والقوطه بقى ب 3 ب 10، والبطاطس ب 3 ب 10، كل حاجه غاليه في السوق. الزبون ما بيرضاش ياخد الحاجه بالاسعار دي، فاحنا عاوزين ننزل الاسعار دي باي طريقه. الدنيا كلها بتشتكي من اللحمه اللي غليت، والفراخ اللي غليت، والخضار اللي غالي، والخيار والقوطه والبطاطس والبتاع ده، والفاكهه اللي غالية كلها دي، مش عارف الواحد يعمل ايه. الناس تعيش ازاي؟ الحياه بقت في النازل، الاقتصاد وقع خالص. والله العظيم ما في اللحمه اصلا ما بدخلش، قسما بالله العظيم ما في مره غير نص كيلو، وقسما بالله ما له لازمه. الخضارات بالاسبوع من عدم الشراء وعدم البيع، نجيبه ونكبه، قال يبيعنا مش عارفين نسدد فلوس الناس، بنجيب الخضار ونديهم وبيع ما فيش. انا معايا 4 اطفال، هجيب لحمه ولا اوديهم مدارس ولا اوديهم دروس ولا باباهم اسلمي هجيب منين؟ انا اشهد الساده المسؤولين يا فندم، يعني بصوا نظره للناس الفقراء لمحدود الدخل. يعني راجل عنده اسره يجيب كل لحمه ب 80 جنيه ويعيش ازاي بقيه الشهر؟ المعاشات تعبانه والناس اخر تعب. الظروف معانا مش جايبه تمنها، فاحنا بنشتكي ان حال الصلح وبتاع الناس ده يتباع لحد بيشتري، وان عالم تعبانه كلها، لا احنا مديونين لقدام مديونين للسوق. مش عارفين نقعد من الريحه، مش عارفين نقعد الزباله، مش عارفين نقعد منها خالص. اللحمه لازم يدعموها، اللحمه ب 80 جنيه وب 85 جنيه، وفي ناس بتاخدها وفي ناس ما بتاخدهاش، في ناس غالبا ما بتاخدهاش، فاحنا عايزين الرخا. ولادي بنقوله دم شهري، بجيب جواب من التامين الصحي، انا بروح اديهم دم في التامين الصحي. بروح التامين بيحولنا مستشفى اسمه مستشفى الجامعه عندنا في الفيوم. مستشفى الجامعه اروح اديهم الدم هناك بجواب التحويل اللي معايا، واخش هناك اقول لك هات لي متبرع. ويقولوا لنا مرخصين اللحمه، منزلينها تبع التومين، نروح نجيبها نلاقيها نصها ده نرميها، ما بندخلش لحمه في البيت.